الشكر من جديد لوزارة الصحة لما تبذله من جهود في سبيل وضع استراتيجية ورؤية لعمل الصحي في لبنان، خاصة في ظل هذه الأزمة المستعصية التي نعيشها. نقاش اليوم حتما سيدور حول التحول الرقمي المطلوب، وأعتقد أنه جزء من استراتيجية صحية التي وضعت في آخر أحسن شيء I know that we have a lot of. Can I continue? إذن التحول الرقمي جزء من خطة استراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة والتي أطلقت في آخر لقاء في السراي برعاية رئيس الحكومة. أعتقد ربما قد يتساءل بعض في ظل هذه الأزمة المستعصية، في ظل هيك التعثر في النظام الصحي، في ظل أزمة الاستشفاء، أزمة الدواء، نضع استراتيجية ورؤية؟ أعتقد لا تعارض بين الاثنين. للأسف لبنان عندما كان يعيش زمن البحبوحة في الصحة وفي غير الصحة، كان هناك ربما بعض التأخير في صياغة هيك خطط واستراتيجيات تستطيع أن تؤمن الاستمرارية لأداء النظام الصحي. ربما يجب أن نتعلم من الأزمات كيف تتم صياغة هكذا رؤى. التحول الرقمي أساسي ليس فقط تحسين الأداء. التطور الرقمي في الموضوع الصحي الاستشفائي والدوائي جد ضروري لوقف الفوضى في بعض قطاعاتنا الصحية، للحد من الفساد أحيانا، تهريب، التسرب وإلى آخره، مشاكل النظام الصحي أنت تعرفونه. أعتقد ربما يعني الخطوات الأولية التي بدأها معالي الوزير مشكورا على الأقل في تتبع الدوائي أثبتت أنه ربما هذا التحول الرقمي سيكون مفيد جدا إذا تم تعميمه على كل أداء نظام الصحي في المدى المنظور القريب. ربما الأزمة الحالية اليوم تتمحور حول تأمين التمويل لهذا النظام، وأعتقد في المدى القريب المنظور لن يكون هناك من إمكانية للدولة اللبنانية بما تعاني من أزمات ومشاكل مالية ونقدية وسياسية أكيد أن تؤمن هذا التمويل. اليوم الشعب اللبناني يئن تحت عبء الاستشفاء والدواء مع كل الجهود التي يحاول وزير الصحة ووزارة الصحة معه أن تعوض هذا النقص في التمويل بترشيد الانفاق بمحاوله ضبط بعض الامور، ولكن هناك تفاوت كبير بين الامكانيات وحاجات الناس. لذلك نحاول مع معالي الوزير واكيد مع الصناديق الضامنه الاخرى ان نحاول يعني هذا الوقت ان نعوض بعض الشيء على الناس لحين ان يكون عندنا يعني تعافي اقتصادي وربما إعادة صياغة لهذا النظام الصحي بما يلبي حاجات الناس. لذلك تطور رقمي من جهة، تتبع الدوائي من جهة تانية، دعم الصناعة الوطنية الدوائية من جهة ثالثة، دعم مداخيل صناديق الضامن الأخرى، دعم موظفي الدولة، المؤسسات العسكرية، صندوق الضمان الاجتماعي أعتقد يعاني من أزمة عضوية خاصة في مداخيله في ظل تراجع الحد الأدنى للأجور والاشتراكات وإلى آخره يعني، ولكن أعتقد يجب أن نحاول بالحد الأدنى تأمين الأمن الصحي والدوائي للمواطن اللبناني أقله بالبداية الذي كان يستفيد من خدمات وتقديمات وزارة الصحة. لذلك استفدنا من تجارب من سبقنا، يعني ما كان له جهود كبيرة في
وزارة الصحة، الوزراء المتعاقبين يعني خاصة من وضعوا بعض اللمسات في موضوع التغطية الصحية الشاملة، البطاقة الصحية ما يسمى، دكتور خليفي، دكتور حصباني موجود معنا، جهود والدراسات اللي قام فيها الدكتور رايد عمار سعادة المدير العام السابق، جهود الصحة النيابية دكتور عاطف مجدلاني، دكتور عاصم راجي جميع. وتقدمنا باقتراح قانون بهذا الموضوع ربما يختلف نوعيا عما سبقه فقط بالتمويل. نطرح أن يكون التمويل عبر ضرائب متخصصة، وإن كان مبدأ التشريع عادة لا يتقبل تخصيص الضرائب، ولكن أعتقد الأمن الصحي للناس فوق كل اعتبار. الضرائب يجب أن تكون موجهة باتجاه تأمين التغطية الصحية للناس، وتشاورت أنا مع معالي الوزير وشجعني على الخطوة، وأعتقد في النقاشات التي ستستمر بهذا الموضوع سيكون لنا موقف موحد إن شاء الله وطني. هي موضوع وطني غير يعني غير سياسي لهذه الخدمة الإنسانية التي يعاني اليوم منها الناس في كل القطاعات. أمن الصحي وأمن الدوائي في خطر، وأعتقد سيكون في خطر أكبر إذا استمرينا في هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية اللي لها أبعادها سياسية. لذلك يعني اللقاء اليوم أكيد سيتطرق لهذه المسألة، ولكن جزء أساسي من تحسين الأداء بنظامنا الصحي ونظام الاستشفائي والدوائي هو التحول الرقمي في كل الأمور، خاصة فيما يخص مستقبلا بالدواء. ونحن أنجزنا في المجلس النيابي القانون الوكالة الوطنية للدواء، ونتعاون مع معالي الوزير أن تصدر المراسيم بحال أصبح في هناك حكومة وسلطة سياسية قادرة لمتابعة التنفيذ. لن أطيل أكثر، ولكن أشد على أيدي هذه المؤسسة التربوية مسيو كريستيان جاسوي تريزور دو سيجور، بعتقد انه التعاون بين المؤسسات الاكاديميه الجامعات جميعها النقابات المهنيه والنقيب موجود هون قادرين من خلاله انه نرجع نعيد صياغه نظام الصحه والاستشفاء بما يخدم المواطن بشكل اساسي، خاصه في ظل هجره ادمغتنا وكفاءاتنا. يجب ان نحافظ على ما تبقى من هذا البلد لكي يبقى لبنان ساحه حريه، ساحة عطاء، ساحة علم، وساحة مشرقة في هذا الشرق. شكراً.